متوترة ليه؟ مش قلت لك احلها؟ يا مريم يبقى عندي بنت عم حلوه زيك كده وانا مش شايفها ابقى ما بفهمش. جبت عنوانه منين؟ مش معنى النهارده هخليه يكرهها كره العمى. محدش مصدق اني بحب شغلي لدرجه اني ممكن اخسر عيلتكم يا اللي فوق. في واحد عاقل يقول على بنته كده؟ احنا شكلنا كده اتضحك علينا. بتقولي لي يا مريم؟ على الاقل يعني كنت ما حبيتكيش. المفروض تتصرفي بهدوء عشان محدش يشك فيك. السلام عليكم. انا عايزه الدنيا تولع. انا بعمل اللي بحبه وبكسب. بعد ما وقع على موز واختي في حبها. تعرفي ان مامي مش بتعرف تعوم؟ وايه اللي ماليش دعوه بعد ما خلتني ممكن؟ الله لو قتلت هتعمل ايه؟ يا رشا انا خرجتك علشان ذنب، ما تنسيش ان في واحد بيدور عليك. احنا مش على راسنا بطحه عشان نخاف. اللي يطلع منك انت يا مامي. بعد ما تتجوز البيه اللي اسمه نديم فخم. انا لولا ان انا عارفه اني ما ينفعش اسيبك في ظرف زي ده لوحدك مش هاجي هنا تاني. طب اتفضلي. انا مش جايه لك بصفتي الاسيستنت بتاعتك لاني قدمت استقالتي خلاص. ومين قبلها؟ انا مش مستنيه حد يقبل. بلاش كلام فارغ يا امير، بكره الصبح تكوني على مكتبك. لا لا ما بقاش ينفع، الموضوع بالنسبة لي منتهي خلاص. ومن امتى بقى اللي بيشتغلوا معايا بياخدوا قرارات من نفسهم؟ اعتبرها أول وآخر مرة حد ياخد قرار كده. أميرة أنا مش بتكلم صيني. لما أقول لك بكرة الصبح تبقي على مكتبك يبقى بكرة الصبح تبقي على مكتبك. أنا مش جاية عشان شغل، أنا جاية عشانك أنت. عايزة أشوفك. عايزة أطمن عليك. وشوفك لو محتاج مني حاجة. أنا مش محتاج حاجة. أيوة بس أنا محتاجة. محتاجة إنك تصدق بجد، والله. أنا مش عايزة أي حاجة منك. مش عايزة أبقى جنبك بأي صفة، بس خليني جنبك. أنا ممكن أعيش عمري كله على ندهة منك. بكرة الصبح تكلميني إن على مكتبك. مش مستنيه ندى؟ اديني ندهت. لو ما كلمتنيش بكره من على مكتبك مش هدور عليك وهعرف انك كذابه في كل كلمه قلتيها. الله خلاص بقى خلاص. يا خبر ابيض، كل ده حصل؟ طب وهي فين دلوقتي؟ طيب يا حبيبتي اطلعي انت نامي وانا هشوف هي راحت فين. لا يا روحي انا لسه عندي شويه شغل اخلصه واجي لك على طول. اوكي بوسي لي نفسك انت لغايه ما اجي لك واقطعك بوس. يلا باي يا حبيبتي. رنا بقول لك ايه يا روحي، تعرفيش بابي كان بيكلمها في ايه؟ طب يا روحي خدي بالك من نفسك. باي.
رجعوا الحاجات والكمبيوترز اللي خدوها الصبح من بدري. انتوا اول ما نزلتوا بعديها كده مش بكتير رجعنا كل حاجه مكانها. طيب بس احنا طلع معانا حد واصل قوي. ليه؟ هو انت كنت فاكره ما كنتش عارف احلها من غيره؟ لا اكيد طبعا. هي دي بشم هوا، كرهتيني في ام الهوا اللي في البلد يا شيخه. هي مين دي ومين غيرها اللي بتجيب لي على طول وجع دماغ؟ مريم. طب خلاص روقي انا فاضيه. مينفعش، ما برضه حرام اللي انت عاملاه في نفسك ده. يعني انت جايه من بره مبسوطه ونفسك مفتوحه للشغل وهيتسدد والحمد لله. كنت مبسوطه، ما هو في ناس كده بيكرهوكي في عيشتك اول ما تيجي سيرتهم. طب لو سمحتي روقي واهدي عشان في موضوع مهم كده لازم تعرفيه. طب اصبري عليا شويه لحد ما اشوف ايه اللي حصل في البيت. طيب ماشي كده رايح فين؟ دريم بارك؟ تعالى يا خفيف عشان مراجيح جوه بايظه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش هينفع تدخل لها دلوقتي. ايه؟ عشان بتتخانق مع دبانوشة. او ماي جاد، او ماي جاد نوها، انت لحقتي تنكدي عليها؟ دي كانت جايه الصبح والمود بتاعها كان ممتاز. الظاهر مريم اختها نكدت عليها. مريم؟ مريم. مش كفايه اللي بيعملوا فيها عمها؟ حس على دم اللي مخليه فينك ورد على تليفونك. بس سيبناش كده من الصبح. معلش انا اسف. وانا بقول لك كده عشان تقول لي معلش انا اسف. خش خش انا عندي ليك مفاجاه. انما ايه؟ لوز. لوز لوز ايه؟ دي ملبن باللوز. مين دي؟ شفت المفاجأة الحلوة؟ هبقى أنا هنا ساعتين ومش عاوز تبعت لك مسج ولا مخليانا إحنا نبعت لك مسج عشان قال إيه تعملها لك مفاجأة؟ في مفاجأة أحلى من كده يا ولد؟ تعال أقعد مع بنت عمك عشان تحكي لك الحكاية. تحكي لي يا ماما. حكاية جوازها من الصايع الضايع اللي كان هنا. اسكت. مش طلعت عاوزة تتطلق؟ تتطلق؟ تتطلق ولا ما تتطلقش يعني حاجة ما تخصنيش. معلش يا مريم كان نفسي اقعد معاكي بس انت عارفة انا بيبقى عندي شغل بدري. معلش بعد اذنكم صباح على خير. انت رايح في ايه؟ رايح فين انت؟ انت سيبنا وماشي؟ مجنون انت؟ ممكن تسيبني في حالي؟ لا مش هسيبك في حالك. ما تنشفش دماغك. خش اقعد مع بنت عمك. ايوه تعال اقعد مع بنت عمك. بنت عمي دي في عصمه راجل تاني مش كده ولا ايه يا مدام مريم؟ وفي ايه يعني؟ وانا بقول لك خش اغتصبها. قال انت الله البنت اتجوزته في لحظه ضعف. ايوه ودلوقتي ندمانه. مش انت حبيبتي ندمانه؟ اه شفت قالت ندمانه. نسيبها احنا بقى ونطنش ولا نقف جنبها ونساعدها؟ وخصوصا انها ملهاش حد في الدنيا غيرنا يا واد انت. ما انت عارف اختها ما بتدورش الا على مصلحتها وبس. بنتي مش هتقعد معاكوا اكتر من كده. بنتي هاخدها بالذوق او بالعافيه. لا انا هاخدها بالمحكمه. محكمه قايل هبل هو.
الأرض يلعن أبو شكلك. جمال أمك ما بتردش. لو تسيبني رد عليها وديها في جنبها. تبقى عبيط، احنا لو ردينا هنفتح باب للمناقشه وانا قفلت الموضوع ده خالص. والنبي ايه فاكرني هبله ولا عبيطه يا حازم؟ ولا اكتر فيل على باب الشقه بره. والرساله يا خان اللي انت لسه بعتها لها من دقيقه ايه؟ الرساله ما فيهاش خلات وحجم، مش زي الكلام. وانت يعني فاكر انك لما ما تردش هي هتسكت؟ هتعمل ايه يعني؟ هتطب علينا زي القضا المستعجل. ده مش هيغير حاجه في اللي انا ناوي اعمله. اللي ناوي تعمله من غيري، من غير ما ترجع لي. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده مليون مره؟ وانت من يوم ما اتجوزنا وانت عارفه ان انا عندي بنت وهتيجي تعيش معانا هنا. يا حبيبي ده بعت سند الحضانه مش دلوقتي، اما تبقى عروسه حلوه كده هو انت عارف تخدم نفسها. ما تنساش ان انت بنتك عيانه ومحتاجه رعايه، وانا بصراحه مش فاضيه لها. ابقى اجيب لها شغاله. عادي بسهوله تجيب لها شغاله، وانا اللي خدمك طول عمري وشقيانه في شغل البيت عمرك ما فكرت تجيب لي شغاله. جرايه وسام، انت بتقولي شكل البيع. لا يا حازم مش انا، انت اللي بتقول جرايه. حازم ما كنا ماشيين كويس كل حاجه بالاتفاق، اللي شقلب كيانك ودخل في دماغك ان بنتك تيجي تعيش معانا. يعني انت مش عارفه ليه؟ لا عارفه ليه، عشان الواد الصايع اللي انت لقيته معقطها الخرصه. بس ده ما طلعش غريب، طلع جوز اختها، يبقى فين المشكله؟ انا اقول لك فين المشكله. المشكله حبيبي في الكلام اللي الواد ده قاله لك على اختها، صح ولا انا غلطانه؟ بقول لك ايه، ما تخش تنام احسن. علي النعمه ولا موعدها ان انت النار قادت جواك ولعت جواك اما سمعت اسم نديم وجريت على المحامي عايز تعمل موضوع القضيه والحضانه وتاخد البنت. ليه ده كله؟ ورقه ضغط يعني مش اكتر. يا عيني على الافتكاسات يا حبيب. ده انا خبزاك وعجناك وفاهمه اللي جواك. انت عايزها ما تتجوزش، تفضل قدامك كده اهو على امل. لا امل ولا عمر، وبطلي فتي بقى. انا بفتي؟ طب اثبت لي يا حازم. ازاي؟ اصرف نظر عن القضيه وسيبها تتجوز. مستحيل مستحيل اسيب بنت تعيش مع ام مش فاضيه لها وخاله مستهتره. انا كل ده ما يهمنيش يا مريم. انك ندمانه ان طلع عيل وسخ انك عايزه تطلقي، كل ده ما يهمنيش. انا اللي فارق معايا حاجه تانية خالص، انت ما قلتليش ليه؟ ليه الكلام ده ما قلتيهوليش من الاول؟ أنا ما قلتلكش حبيني. أنت معاكي حق. أنت ما قلتليش حبيني ولا قلتلي تعلق بيا، بس سبت يعني مجال ده. يا إما أنا بقى كان بيتهيألي حاجات. ناديه ناديه بقول لك ايه، ما تطلعي بالعصير بسرعه عشان دماغي بدك تلين شويه. اصبر اصبر، الشغلانه دي كبيره قوي محتاجه حد بيفهم في السفلي. يا نهار اسود ومنيل يا ناديه عليكي، هتعملي لابنك عمل سفلي؟ مش هو انا يا عمي اقذي ابني؟ معقوله؟ لا انا هعملها للواد الملزق اللي هي على ذمته عشان لما يشوفها قرد. حلو. وبدل ما يجي لك عشان تصالحها عليه، لا هيصعف على بطنه ويجي يقول لك من فضلك طلقني منه. انا بيجي لنا ليه يا اختي؟ ما يروح يطلقها منه لنفسه. انا مالي؟ هيحصل وحياتك انت هيحصل. طيب وابنك هو اللي هيتجوزها، بس انا
مش بلع ان هو يتجوز واحده متطلقه يا ستي. نعوضها له في تاني واحده ولا في تالت واحده ولا في تسع واحده، ده انا هجوزه كل شهر واحده بس هتلاقي مع القرشين واخلص. طب بقول لك ايه؟ نعم. بلاش تمايم مع اختها. اه وريها الوش الخشب. اه وبلاش الكلمتين اللي كل مره بتقولهم لها. آه. لو ان ده مش هيجيب نتيجه. بقول لك انا ايه؟ آه. اختها دي بقى مش هينفع معاها لا وش خشب ولا وش جلد ولا وش جبس. دي مش هتتهت الا بحكم. وقريب قوي قوي هتتنتش الحب اللي هو كده. انتي هتمشي من غير ما نتكلم؟ صحيح، ايه الموضوع اللي كنت عايزاني فيه؟ انا ما قلتلكيش حاجه. ها شايفاني عيله وهسيحلك. رامي عمل ايه؟ انتي عرفتي زينه رامي؟ ما انتي قرشه ملحته بقالك كام يوم. قرشه ملك؟ انتي متاكده ان انتي كنتي في امريكا؟ خلاص يا نهى، عايز اروح لبنتي. طب اسمعي، انا سمعته وهو بيكلم اميره في التليفون وعمال يتودود معاها في حاجه انا مش فاهماها، بس سمعته في الاخر وهو بيقول لها انا هخلص مع فادي، وقفل من هنا راح واخد فادي وهاتك يا وتوده. طب ما تساليه. ما هو مرضيش يقول لي. اساله انا. يا نهار السنيل، حطي عيني. مالك في ايه خايفه منه كده؟ لا مش مساله خوف، بس يعني انت ايه حكايتك بالظبط؟ قلب عليه بقالك كام يوم. طب ما انت كمان قلب عليه. انا ليا اسبابي. وانا كمان ليا اسبابي. ايه اللي هي؟ ما تكلمي انا، بلاش تمسك العصايه من النص. وبعدين انا ما بحبش اسلوب اضرب ولاقي اللي عملتيه في العزا. اصل رامي هاريني مسجات، وبعدين اصل رامي لويل ليكي قوي يا ملك. هاتي من الاخر قولي في ايه. من الآخر؟ رامي عايزك. نعم، عايزني ازاي إن شاء الله؟ لا مش كده خالص يعني. رامي عايز يسيطر عليكي. يا راجل. أيوة، وعايز لو حصل أي حاجة أو تتم في الإيجنسي تبقى بمعرفته، ومنى عينه إنه يبقى أقرب بني آدم ليكي، ومش عايز إنك تتحركي إلا بمعرفته، ومفروض إن أنا اللي بساعده في كده. ليه بقى؟ ماسك عليكي زلة ولا عينك مني؟ آه افتكرت، انت مالكيش في الرجالة. لا دي إشاعات. يبقى بتنصصوا مع بعض. ولا ده. أمال بتساعديه ليه؟ هاري صوته نايل، وطي صوتك لحسن يسمعنا. الله، انت ليه خايفة منه قوي كده؟ لا عادي يعني، صحاب من زمان وكده. والله صحيح، بس صحاب دي مبرر هايل انك تخافي منه وتقول له على كل حاجه، زي ما جريتي وقلتي له على موضوع الايميل اللي اتبعت لنديم. انا مش هكذب عليك يا ملك، انا اللي فعلا قلت له. ليه؟ عشان هو انا ممكن ما اقولكيش على السبب ده دلوقتي. قوي قوي براحتك، بس انا على فكره ما بحبش اسمع وسط الكلام، بس تقول الحاجة كلها يا بلاش من أصل. ما تقوليش تقولي لي عايزاكي ضروري. سلام. والله لازم حلو جدا. هي مالها في إيه؟ معرفش. في ايه يا كابتن نصر؟ خير خير.
نعم الله عليكي، نعم الله عليكي. أنا عاوزك بقى تهدي كده وتروقي. روقي، فاهمة يعني إيه تروقي؟ لأن أنا مش جاي عشانك أنتِ، ولا عاوز حاجة منك أنتِ خالص، والكلام اللي بينا خلاص خلص، وما بلوش مكان لا في البيوت ولا في المكاتب. حلو قوي، أنا بحب المحاكم، بعشقها. لا خلاص، بدبة عشاء المحاكم ليكي عليا كل يوم. حوديكي محكمة شيك، حلففك على محاكم البلد، محكمة محكمة السبع لفات. يا سلام، بس يوم ما اخد حكم بقى بحبسك والناس تلومني، اقول لهم عامل ايه؟ ده هي اللي عايزه كده؟ ده انا خبطت على بابها يجي 150 مره وهي تقول لي لا. طب وافرض بقى ان الحكم جه في صالحي؟ يا ريت يا ريت، ده يبقى يوم المنى. والله وايمانات المسلمين هفرح لك من قلبي، ومش بس كده، لا ده انا هاجي لك لحد هنا بالشربات، وناديه مراتي داخله ورايا على طول بالزغاريد. امال ايه؟ واحد لك الساعه. بس اقول لك حاجه، اللي انا متاكد منه يا ملك اللي انت عاملاه. والا ما كانش الخبير قال كده. طب ما نستنى قرار اللجنه الجديده، ولا انت خايف للحقيقه تخليك في الاوت؟ انا عمري ما اروح في الاوت، انا طول عمري اجيب اجوان. وبعدين يا حبيبتي انا عمري ما خفت من حاجه، اخاف ليه؟ وبعدين مش عيب ان الواحد يدور على حقه. انا يوم ما رحت لك المكتب يا ست هانم كنت رايح ومديد لك ايدي على الاخر. على الاخر؟ عشان تكبش؟ لا لا يا ملك، عيب. انا مهما كان برضو في مقام ابوكي. لو سمحت ما تقارنش نفسك بيه، انا بابا لو جالي شركتي هيفرح لي، مش هيروح يزرني عند بتوع الضرايب. ضرايب؟ ايه الضرايب دي؟ ايه العبط اللي بتقوليه ده؟ ايوه اديك بتقول عبط. طبعا عبط، اللي قال لي كده كذاب، وستين كذاب كمان. وهتقولي هنا وانا احط صوابع الاثنين دول في عينيه واخليهولك بلايند. لا اجيب ولا ودي، هبقى اخلي الحساب يجمع. بس حسابك تقيل قوي يا ملك. الله، مش انت قلت انك مش جاي لنا؟ طبعا. وانا هاجي لك ليه؟ اجي لك هنا، مش فاكر لما طردتيني؟ والمكتب سيبيني قاعد 3 ساعات ونص في المكتب وحضرتك ما تجيش، وخليتي منظري وحش هناك قوي قدام الناس، ونزلتيني قفايا قمر عيش قدام موظفينك. لاني فاهمه ألعيبك وخططك كويس قوي، والحل اللي انت قلته للمحامي ده معناه ان انا اعترفت بحقك، واعترفت رسمي كمان ان انا مزوره امضه ابويا. انا مش هطلع يا عمي. طب ايه راي حضرتك ان انا ما جاش خالص في دماغي كل الكلام اللي بتقوليه ده؟ يا راجل. طب تحب كده انا مني لاختي اكتب لها التلتين؟ لو ده حل يريحك ويخليك تهدى انا موافقه اعمله بحضورك، بس ما تقولش انه ده كان حقك ومتنازل عنه لمريم. مش هقدر يا هشام، اللي حصل لبنتي رابطني ومخليني اشوف الدنيا بطريقه تانية. اتفضل يا حبيبي. انا والله ما عارف حتى اقول لك يا نديم، انا مقدر جدا اللي انت فيه والله، بس خلي بالك من حاجه، موضوع الانتخابات ما يخصكش انت لوحدك. يعملوا اللي يعملوه، ما عادش فارق معايا. مش فارقه معاك، بس فارقه مع مليون بني ادم تاني يا نديم. ولا انت مستني لما شويه ناس مش فاهمه اي حاجه يجوا يغرقوا المركب اللي فيها ويرجعونا 100 سنه لورا؟ مش لازم انا يا هشام، اقعدوا مع بعض وظبطوها سوا. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. محدش فينا كلنا بيعرف يعمل التفنيطه اللي انت بس بتعرف تعملها يا نديم. وبعدين بقول لك ايه، احنا متفقين فروم داي 1 ان انت اللي بتسوق. اللي بيسوق دماغه مش فيه خالص، والانتخابات مش هتستناك لغايه لما تبقى فايق يا نديم. هي كم يا هشام، ما احنا عارفين بنكسب الانتخابات ازاي. انا اسف، انا طبعا مش قصدي ازعلك بكلامي، بس اللي حصل لبنتك ده امر ربنا، يعني لازم ترضى بيه يا نديم. اللي ما يعرفش يقول عدس. يا سيدي عرفني. ما
خافك يا هشام، هو كل اللي تعرف يتقال، خصوصا لو كان شيء جبرك تعمل حاجه ضد القانون. بص انا ما فهمتش حاجه باللي انت قلته، بس طالما قلت كلمه قانون تبقى جيت في الملعب اللي احنا عايزينك فيه. القانون طب انا هحضر الاجتماع على شرط رجالتنا لما يخشوا المجلس يضغطوا في موضوع تاني مهم جنب مواضيع الاستثمار والتجارة. مواضيع زي ايه؟ ان كل واحد ياخد حقه بسرعة، خاطر اول عدالة تبقى متأجلة. مش فاهم حاجة، فاشرح لي عايز تقول ايه؟ يعني 5000 محكمة جديدة، يعني 100,000 قاضي جداد قبل ما يضطر كل واحد فينا ياخد حقه بدراعه. ايه مالك سكت ليه؟ ولا بعد اللي عرفته خلاص مريم مش فارقة معاك؟ مش فارقة معايا يعني ايه؟ هي لو مش فارقة معايا كنت جيت لها النهاردة؟ ايه؟ هتخلي المحامي بتاعك يرفع لها قضية خلع على الليسي؟ والله لو عاوزة كده هعمل. سيبوها في حالها بقى، سيب مريم في حالها. ممكن يحصل انت وتقينا في حالة واحدة بس، لو نزلت مريم دلوقتي وسمعتني الكلمتين دول ببقها. ببقها؟ هتسمعهم لك ازاي ببقها؟ يا ستي تكتبهم لنا في ورقة. بلاش دي، تشاور هي بس وانا هفهم بسرعة، لكن انا افهمها وهي طايرة، ولو ما قدرش افهمها بوقفها افهمها واروح بطيرها تاني. بلاش دي، هقول لك البسيطة المريحة، تنزل تطردي. عارفة لو حصل ده ساعتها بقى لما يحصل لها ايه؟ ولا يهمني، ضميري هيبقى مرتاح ناحيتها. بس كده؟ من عينيا دول. تسلم عويناتك. يا مريم. ما ايه ده انت هنا؟ يبقى اكيد سمعتي كل حاجة. تعالي. تعالي قولي لعمك الكلمتين اللي عايز يسمعهم. تعالي يا مريم وخلصينا. خلي بقى يحل عننا ويسيبنا في حالنا. تعالي يا مريم. تعالي. تعالي قولي يا حبيبتي. قولي يا حبيبتي. قولي يا حبيبتي. قولي. يا حبيبة عمي ربنا يسعدك ويخليكي. شفتي مريم؟ ادي مريم، مريم الطيبة. شفتي مريم وقلب ابيض؟ شفتي؟ ادي بقى بنت اخويا بجد، دي من لحمي ودمي. اتخلى عنها؟ لا يمكن اتخلى عنها ابدا. حبيبتي يا مريم يا اصيلة، ربنا يسعدك. المفاجأة الجميلة دي؟ أصله كلم. قال لي إنه ما يقدرش يستغنى عني، وإنه ممكن تحصل كوارث في المجموعة لو أنا ما جيتش. والله أنا كنت متأكد إن ده هيحصل. مستر نديم مش ممكن يستغنى عنك. دي حقيقة. عملت اللي اتفقنا عليه؟ طبعاً. بالنسبة للأذونات بتاع التصدير؟ لا، أذونات التصدير إيه؟ أنا بكلمك عن ملك الجرح. تابعت مع البنك؟ طبعاً، واتأكدت إنها حطت الشيك في الحساب. ما أنا عارفة. قصدي يعني متوقع زي ما أنا قلت لك، واحدة نصابة زي دي هتتصرف بالطريقة دي. ها، خدتوا إجراء؟ السلام عليكم. السلام. من فضلك مكتب الأستاذة بلغي.
شكرا. الميل ده اوكي. شكرا. اوكي. الميل ده. السلام عليكم. فاكس مش عايزاه. عليكم السلام. من فضلك معايا استدعى للاستاذه ملك في النيابه. طب خدي ابعتي يلا الميل ده. استدعى؟ ايوه. ليه خير في ايه حضرتك؟ عايزينها في النيابه حضرتك. بس ممكن توقعي لي بس انا حضرتك بالاستلام؟ اوقع فين؟ حضرتك وقعي لي هنا بس. هنا؟ ايوه. شكرا لحضرتك. طيب اتفضل. القلم بس لو سمحت. اتفضل القلم بتاعك. شكرا. ايه واتساب؟ واتساب؟ دي كارثة.